مساء الخير واهلا بكم معنا في هذه السهرة الشعرية الثقافية بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية الكندية الثقافية في أوتاوا. زين مدافع عن الحرية ضد الجوع ضد الجشع ضد الفقر وضد التطرف. زين من كبار المدافعين عن القضية العربية عموما وخاصة عن القضية الفلسطينية. بشارك الوطن الجميل مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر. أهلا بيك معنا في هذه السهرة. وبرضو لا يسعني أن أنا أشكر صديقي وأخي العزيز معتز فرج اللي هو فتح السكة من السنة الماضية لمعرفتنا بأستاذنا الفنان الكبير وأتح لنا الفرصة أن احنا نزود من ناحية الثقافية من ناحية إيكاو اللي احنا كلنا كنا متطلعين ليها. أستاذنا الكبير بحاجة أن أنا أسمع منك كلمة قصيرة في البداية وبعدين من خلال شعرك والأغاني اللي موجودة بتتغنى بشعرك هنقضي السهرة النهاردة. وفي خلال القعدة أتمنى أن احنا نخلي الأسئلة لفترة معينة في منتصف اللقاء هنفتح المجال للأسئلة ونكمل الجزء الثاني. يا رأيكم مساء الخير. النهاردة 15 نوفمبر، النهاردة بتمر 80 سنة على استشهاد أسطورة مصرية، على استشهاد عبد الحكم الجرح. 15 نوفمبر 1935 خرج عبد الحكم مع زمايله من طلبة جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، وكان بيقود المظاهرة الشهيد محمد عبد المجيد مرسي الطالب في كلية الزراعة. المظاهرة دي كانت متوجهة لقصر عابدين لثلاث أسباب. السبب الأول عودة دستور 23 اللي اتلغى في سنة 30 والدكتاتور اسماعيل صدقي عمل التغيير ده في الدستور عشان يدي صلاحيات أكبر للملك فؤاد اللي ما كانش موجودة هذه الصلاحيات في دستور 28. ده حاجة. الحاجة الثانية انه ده يتوافق مع احتفال الأمة بعيد الجهاد، وده عيد مرتبط بثورة 19 اساسا. خرجت وكان السبب الثالث الضغط على لجنة كانت بتتفاوض مع الإنجليز لوقف المفاوضات، لأنه اللجنة اللي كانت بتتفاوض مع الإنجليز كانت بتعبر عن حكومة الأقلية مش عن رأي الشعب المصري. دي الثلاث أسباب، لكن السبب الرئيسي كان الدستور. والدستور اللي قدمناه على مدى، لما لو قلنا النهارده في 80 سنة فقدمنا شهيدين حتى سنة 2012، قدمنا شهيدين عشان الدستور، وفي 2012 قدمنا 10 شهداء عن شهداء للدستور. أنا أحب لو سمحت لي إن هبتدي على طول بإني أحكي عن عبد الحكم الجراحي وبعدين هنسمع الشهداء. المسيرة مشيت بشكل طبيعي، بيقود الشهيد
محمد عبد المجيد مرسي المظاهرة ورافع علم مصر مشوا على كوبري عباس. في تقريبا في وسط الكوبري القوات الإنجليزية وكان قائدهم ضابط إنجليزي اسمه نيز، وإن هما فتحوا النار على المتظاهرين، فمن أول طلقة سقط الشهيد محمد عبد المجيد مرسي اللي اتخمرت في شعارات الثلاثينات والأربعينات لحد مصادرة كل المظاهرات والحركة السياسية في مارس 54. كان بيتقال دايما عبد المجيد عاد من جديد، لكن أما أطلقت الطلقة الأولى على عبد المجيد مرسي وسقط، كان من وراء على طول الطالب محمد عبد الحكم الجراحي الطالب في كلية الآداب اللي لحق العلم قبل ما يلمس الأرض ورفع العلم، وبقى في شعار رفعت العلم يا عبد الحكم أو عبد الحكم رفع العلم، ووقف في شهيد وهو اتقدم قدامه ورافع العلم. الضابط الإنجليزي قال له ما تتحركش، هو قال الضابط ان انت مش من حقك انك تطلق علينا النار، احنا عزم وسلميين وبنطالب بحرية وطننا وبنطالب مطالبنا يعني. فقال له ما تتحركش، لو اتحركت خطوة واحدة انا هأضرب عليك النار. فعبد الحكم ابتدى يمشي لوحده على كوبري عباس، كل خطوة بيمشيها عبد الحكم بياخد طلقة في صدره. عبد الحكم مشي 13 خطوة ب 13 طلقة في صدره. عبد الحكم وقع بعد الطلقة بال 13 وما استشهدش فورا. ده يوم 15 نوفمبر 35 زي النهاردة من 80 سنة. اتنقل عبد الحكم إلى مستشفى القصر العيني، وفي المستشفى الإنجليز أولا حاطوا المستشفى تماما، حاطوا الأوضة اللي دخلها عبد الحكم بعد ما عمل العمليات الجراحية، الأطباء نجحوا إن هم يطلعوا 8 طلقات من صدره. فضل في الأوضة اللي هو فيها. يوم 17 هو حس إن دي آخر لحظاته في الحياة، فقام من سريره، كان وحده تماما والأوضة عليها حراسة، قام من سريره وقطع الخياطة، حط صباعه في صدره وكتب بالدم الأسود على الحيطان البيضة اللي وراه رسالة إلى المستر روح الشر رئيس وزراء إنجلترا، أنا الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي، قتلني أحد جنودكم الأغبياء وأنا أدافع عن حرية وطني. عاشت مصر الشهيد المصري محمد عبد الحكم الجراحي. استشهد عبد الحكم، اتنقلت الجثة إلى المشرحة، الإنجليز منعوا تماما وقالوا إنه الجثة دي مش هيحصل لها أي مراسم دفن أو أي حاجة. طلاب كلية الطب قدروا يغيروا الحاجات اللي محطوطة فيها أسماء في المشرحة عشان يبدلوا ويقدروا يخرجوا الجثمان الحقيقي لعبد الحكم الجراحي حتى لو باسم حد تاني. الانجليز اكتشفوا ده، حصل معركة استشهد فيها 4 طلبة من كلية الطب في عملية تهريب جثمان عبد الحكم الجراحي، اللي امكن تهريب جثته وانه ميدان الاسماعيلية اللي هو اسمه دلوقتي ميدان التحرير شهد يومها
ثاني أكبر جنازة في تاريخه، وإن الميدان ده شهد جنازات كبرى، شهد جنازة سعد زغلول، ثم جنازة محمد عبد الحكم الجراحي، ثم بعدها جنازة، وبالصدفة يعني إنه يبقى الجنازة الثالثة تبقى جنازة مصطفى النحاس، والرابعة تبقى الشهيد عبد المنعم رياض، والخامسة تبقى جنازة إمام عبد الناصر. حتى فترة طويلة جدا وكانت الجنازة العظيمة للشهيد جيكا أو جابر صلاح، أول شهداء الدستور لما مرسي عمل التعديل على الدستور. أنا النهاردة ببتدي اليوم معاكم وبشهداء، لأنه الشهداء بيشربوا الشاي. الشهداء بيخشوا البيوت، بيرجعوا من السفر، بيدخلوا في الصور ويناموا في البرواز. الشهداء بيخشوا البيوت، بيرجعوا من السفر، بيدخلوا في الصور ويناموا في البرواز. ساعات بيمنعهم تراب على الإزاز، أو دموع في العيون تتمد صوابعهم عالرموش والجفون، تقطف حبوب المطر. وساعات 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 يشاركوكم في شفطة شاي أو في حلم السكون. بيخشوا بيوت، يرتاحوا بالسفر، ويدخلوا في الصور ويناموا في البرواز. وساعات بيمنعهم تراب عن الإزاز، أو دموع في العيون تتمد صوابعهم عرموش وكفون، تقطف حبوب المطر. وساعات يشاركوكم في شفطة شاي أو في حلم السكون. الشهداء اللي دخلوا حياتي من سن صغير جدا، عبد الحكم أول مرة أسمع هذا الاسم سنة 48 في مدرسة ابتدائي ثانوي. اخواتي الكبار كانوا في المدرسة الثانوي وكانوا بيهتفوا في المظاهرة سنة 48 بانه عبد الحكم رفع العلم. عجبني الشعر، عجبني الايقاع، المزيكا، انما انا ما اعرفش مين عبد الحكم. فضلت ادور على مين عبد الحكم. الغريبة انه اما عرفت انه شهيد، وابتديت نسمع في سنة 48 عن شهداء الجيش المصري في حرب فلسطين، فبقيت بقى في حاجة اسمها شهيد، ولكن الاسم الوحيد اللي في دماغي هو عبد الحكم. الشخص اللي كان بيهتف الهتاف ده هو اول شهيد من لحم ودم أعرفه، لأنه أخويا الكبير محمد فؤاد اللي استشهد في 56. فبرضه قعدت أدور على مين عبد الحكم، لحد
ما عرفت كل التفاصيل عن حياة عبد الحكم. سنة 66 قررت ما عملش أي حاجة غير إن أكتب حياة عبد الحكم الجراح، وارتكبت واحدة من أكثر حماقاتي اللي لسه بندم عليها حتى الآن، إنه أنا كتبت عمل طويل جدا، يعني ما أعرفش قد إيه دلوقتي لأنه مش عندي، وحصل 67، هزيمة يونيو 67 حصلت، وكنت متفق مع عبد الفتاح الجمل الراجل اللي كلنا مرينا جيل الستينات كله مر من خلال ذوقه الشخصي، كان بيحكم علينا من خلال الورق. عبد الفتاح الجمل اللي نشر، فتح باب النشر لكل جيل الستينات، الشعراء والقصاصين والروائيين والمترجمين والنقاد والرسامين، يعني فتح الباب لكل الناس من غير ما يعرف حد فيهم كانوا علاقة وحيدة هي المصر. اتفقت بعد كارثة 67 انه اكتب يوميا حاجة اسمها اغنية مقاومة من، واخد حتت كتير من التاريخ. فعبد المفتاح قال لي مش انت كنت بتكتب عن عبد الحكم، ما تجيب القصيدة من شهرة. فرجعت البيت ادور على القصيدة، قريت القصيدة، رميتها بغضب شديد جدا وكتبت إلى أغنية إلى عبد الحكم الجراحي، ودي هبتدي بيها النهارده بعد الشغل. والله يا ريت عار الخوف والرجفة أمسح عن رجلي ظلم الوقفة، بكتبلك من أهرب من موت جوايا، ترفع ايدك ويايا بالراية، تمسح ايدك على جدري وتورقني، تمسح ايدك على قلبي في بحور الدم تغرقني، بكتبلك اطلع اطلع من جلد الموت، من برج النسيان الاسود، ازعق بالصوت يطلع كرابيك بتمزقني، داسوا بجزامهم على وشي وما صرختش، وقفوا في وشك رديت، رفعوا بنادقهم على صدرك عديت، مديت ضربوا مزقت جروحك، وكتبت وانا في الاوضه الضلمه بكتب لك علشان اقرب حتى من نفسي. 2، ما انتش اول واحد ولا اخر واحد يا حبيبي يا حبايه عنقود شهداء، بكتب لك وبحس بروحي بتتاخد وانا في الاوضه، مش تحت الشمس على الكوبري، مش وسط رصاص الضابط والعسكر، انا في الاوضه بنهج بجري ارفع علمك، انا مش قادر امسك ألمي، ارفع علمك ما انتش اول واحد ولا اخر واحد يرفع علمي. الله.